السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون في احسن الاحوال. اليوم جيتكم وصفه ديال الكاريت سهله وسريعه، ويعني فاش الطريق تقدر دغيا توجديها، وكتجي هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه والمذاق زوين بزاف. نتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للمقادير، هنا درت اول حاجه القشور ديال الليمون محكوكه، وضفت عليهم ساشي ديال الفاني، ضفت 3 ديال البيضات غير هي وحده فيهم، حيت الصفر باش غنخليوه للدهن، يعني جوج بيضات كاملين وبيض بيضه. كنضيفهم ليها كاس ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. معلقه كبيره ديال العسل، حتى هي لما كانتش متوفره عندكم العسل تفاداوها، ماشي مشكل. وكنحركوا مزيان حتى ديك العسل كي ينسج منا مع الخليط، وكذلك البيض والسنيده كيضربوا. من بعد كنضيفوا عليهم كاس ديال الزيت. بالنسبه للقياس اللي عبرت انا القياس ديال الكاس العنبه. بالنسبه للكاس العنبه عندي انا ديك الصغار، ماشي كبارين شويه. من بعد كنزيدو الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، ولكن هنا في الاول ضفت جوج كيسان ديال نفس الكاس ديال العنبه، وضفت عليه ساشيه ديال الخميره. بعد الخليط كيبقى باقي جاري، يعني بحال الكيكه، كنبقاو كنضيفو كاس بكاس. انا ضفت تقريبا 6 ديال الكيسان، وبقات لي العجينه مرخوفه. اهم حاجه في الكاريت باش يجيكم زوين وهشيش، ما تقصحوش العجينه حتى يعني تقصاح بزاف، يعني غير تبداو تقيسوها ما تلصقش معاكم. هذاك هو القوام ديالها. انا يعني خليتها حتى درت انني يعني بديت كنكوره كتلصق، درت اضطريت انني ندير شويه الزيت، وباش هكا ما كتبقاش كتلصق لي في يدي بزاف. ولكن نتوما تقدروا انكم تتبادوا هذه القضيه باش انكم تزيدوا مع شويه الدقيق احسن. ولكن كيما قلت لكم راه واخا هكا راه جات زوينه بزاف، يعني اي حاجه ما كتجيش نشا راه كتجي زوينه. صافي هنايا بديت كنضيف، حاولت اني زعما نخلط غير بسباتول، لكن ديك سباتول كانت كتفك. وصافي استمرت بيدي حتى حصلت على القوام اللي بغيت. بالنسبه لديك صفر البيضه اللي غندهن بها، ضفت عليه شويه ديال النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان وشويه ديال الحليب. هنا بديت كنكور العجينه كما كتشوفوا، كنحاول اني نضغط عليها مزيان، حيت انا ما بغيتهمش يجوني بحال الغريبات، يعني غلاط، بغيتهم يجوني يعني بحال الصابلي، ماشي صابلي بالضبط، ولكن يجيو القياس ديالهم بون بشويه، ما يجيوش منفخين بزاف. صافي هنايا من بعد ما استفتهم في اللاطه وحاولت كلشي اني نضغط عليه، كندهنو بديك الخليط ديال البيض مع الحليب مع نسكافيه. بالنسبه للتزيين، بعد ما دهنا البيض كندير تزيين العاد ديال الكاريت اللي هو الفرشيط، يعني ما هي الفرشيطه يعني بحال الزايد، وكيبقى التزيين اختياري انكم تقدروا ترشوه هكا بكاوكاو وباللوز بالجلجلان، راه كيجي زوين. بالنسبه للفران كندخلوه الفران، انا كندخلو الفران بارد العافيه مهيله، وتحضيو معاه مزيان، حيت دابا كيف فيه السكر فيه العسل، العسل راه دغيا كيعطي الحموريه، و يعني غير تشمو ريحتو هكا تشوفوه من التحت باش انه ما يزربش عليكم ويقدر يتحمر بزاف. انا راه غتشوفو راه شويه فات لي الحموريه من الفوق، اما من الفوق يعني الوجه ديالو، اما لتحت راه كنت حاضيه معاه، ولكن مع ذلك جا هشيش وزوين ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوه. هذه وصفه راه سهله، المقادير ديالها مبسط بزاف ولكن زوينه، وهكا كنحطوها للكوتي او للوليدات، راه كتجي زوينه حتى من بسكويت كيتباع برا. نتمنى انها تعجبكم الوصفه وتجربوها. بسلامه.